الراديو تسناث. الأخبار ثان شوي ثاسي راديو تسناث نذون حمزة بن سرايد كسري ثاسي عفتنا خلين داعي ساني ودم ثاسي خفو النساء لنا ترزف ثان نغلاف الأمور مبرا ذي غريبا أحمد عطاف غتلة ثانة مراد ترباث الإكواسة نيجيريا غانا ذات مورث البنين ترزف ثا يسدوك لنا الرأي نتمورث نغذت مريث قفرية نكروس ذي النيجر سبريد المشاورة ذات سرتيثا ذا وجد ذي وذا فلق رأيث جديد نغا إيليو قيرنا ذي بدا سوق ذات شال حدوس خدماني سلماذن أنتو ثلاثة اللونجلية أذوى الدال ذو حريشة البريماري دي وكذو نغلا في القرايه السلويليه ثانت يا رتام صح طهرا 26 نذمه ونا نشنا ست شاويث يتكمل ثذويل تاثيس 11 نتفاس كان يذلس الموسيقى ذشنا نشاويث ذي الولايه ثان خنشنا وذي الخبرات ندوني ثا خمسان فلسطينيين يتوجر حنا سيس رصاصا احتلال الصهيوني دي التعديات سوا في مدينه ثان طول كرم يمسغاد نغماني ثلما الزول مس الخير فلا ونا النزوالي الخبر عثنا خاس وحريش ند دبلوماسية هذا المجهود دبلوماسية مقراني تتكميل ذي ثمورث الناغ يفرايا نوكروس ذي ثمورث النيجر مهني اللي يسمير صناط ونغلاف الأمور مبرا ذي غريب أحمد عطاف ثرزفت يتكلف يسوس الوي نتمورث الماس عبد المجيد تبون غثلاثة نتمورا ترباث نل إكواس نيجيريا البنين ذي ثمورث غانا ثرزفت ينون غلاف أحمد عطاف يقمنا قاضي سيم ضبرن نثلاث ثانت مرافق فنسنا سلوية ان غناوي قدم ذيس المبادرة ثانو سلوية نتمورثي وفرايا نكروسا ذي ثمورثي ثان النيجر فلساس المشاورة ثانت سرتي ثاذو بعد فسخ ذم نغيلة ذا العسكرة الدين ديوين الفيت سوسدوك الاريان تزير ذا ثلاثة نتمريث في الزومة ان تطفى ذو قبريد المشاورة ذات سرتي ثي وعي النظام الدستورية غلت مورثة النيجر قث نتفصل في ثلاثة ثيينون غلاف أحمد عطاف غلت مريثي ثوريق نجاة منصوري أفرايا نونزيوم من تمورثن النيجر سوبريدن الدبلوماسية ثنتا تمثل تم قران تيقصد في اللسان غلاف الأمور برا أحمد عطاف غل ترباعث ذمسان تموران ثم تظهريث إفريقيا ليكواس ويبكد باللي تزيرت ذا ترباعث ليكواس فيشن الراي ذو بريذ وباللي سدوكلن الجهود مدرته نو اللي غل النظام الدستوري النيجر مخلوف ساحل أموسناوة نسياس ثلاثة تيموريا كيان كسعان الزمسان تذي الأورغانيزاسيون ماسيدياو قبلت باش هذا تسعون يوث تيموريان في الجزائر باش هذه اللي الحل يسالو في تاكيد من النيجر هذه اللي الامور الترتيس الامور المشاوره بعيد وتخدم الاصلاح ونشتكي زعما اللي تقلد باللي الجزائر تخدم مليح حين يتحرف تقلد بدا سالو في تاكيد باش الدفاع في المغربيه كاين يكتب لنا في الحل الترتيس يمي تورا طاسم تمورا ومن الداخل اللي كواس سعانت القناعه باللي الحل وتخدم العسكر ودي تويره الفايده يمضبر انت دوك لان مسناوى افريقيا عمار بومبا يسحل الجهود ند زير ضد دوره مقران قفراي نوزلي اقتران ذي ثمرث النيجر دعا الاتحاد الى بذل كل الجهود من اجل ايجاد حل سلمي بين المجلس العسكري الحاكم والدول الاقتصاديه لدول غرب افريقيا وهذا يدعم الموقف الجزائري عبر مساعيها الحسيسة من أجل إيجاد حل سلمي بدلا من التدخل العسكري منذ الشرارات الأولى فالجزائر بدأت بهذه الوساطة أنغلاف الأمور برا أحمد عطافي وكد باللي تزير دي ما تشاث في الهناس وبريد السياسة ظلم شاوراثو باللي يسخدم من القدر ذو غيل ماشي ذا بريد غيفرا إزلينا هام الحال نمدور أنوسا ذي ثمورا العراق سوريا أذ ليبيا دوك حريش القرايثي وكذا السون غلاف القرايثي غنا عبد الحكيم بالعابد بدا ينس خدماني سلمى ذن تو ثلاث لونجليا هذا هو الدال دوك حريش مزور القرايثي اني غالب بريمير سكواد تشا الحد او كذا نغلاف بالعابد الا ذي ثرزف ثيثي ويسي الولايه ثانت يا رتماني اللي يبدا ذنيث يفقد ويدشن تقطعي ثاني مشروع عن تقنا نغل حريش نسخرية هذا نسلي ايون غلاف القرايثي عبد الحكيم بالعابد كثير من الفات يشرع فيها خلال الدوسية ذي جديد ذي سنبدا بالخصوص الشيوخ ودال لني غسبور ذي لكلات البريمير ستقيت شان بدا غنكلف الشيوخ يسعان لليسونس ذي غوري ودال لني غسبور باش نضمن ويتليش الخصاص ولا قد يقدن الانجليزي سنبدا غس قدا في نطوري تيكل توان سرس اللوخثو وقسقاس وسرعة البريمير نسنخدم الشيوخ انجليزي باش اهنرني يذا غنسنخدم ازدغاث الكثوب انت انجليزي هنا نوجد نرس لبسن الديوان وفرق الكثوب وذي لين وجدن ذي ليكولات
ووجد يوذا في القريث سنة 2023 2024 ذو الدين قلنا بقس ناسي مضبران الولاية نت بسي مضبران سحر صنف وكمل الجملة الاشغال ذق مشروع نتقنان الحريشي القريث ويجز هذا الموذا في القريث ايدي وقيرنا يقاسيت بسا محمد فارح يستزور أمري أماثون الولاية بس أمسوني مضبرة مزورنا الولاية ثماس مع طليب وحجر أوال وفغي ولد وزراب قيل شغلات صنفارا الثغرسي نو نقمو يتق ننسي سبدا ذنو سقمي إذ وك ذنس أفنا وسكاي أي لنا ذيلي أنكلاق الحال ذا اتعاد وميري السيسنت ازدات هو ذا فغر وغربي زاد يقور سنة 23 سنة 24 يسيد ويجي بدي وثنس فتتم صدفير ثنو سلمذ وسناوي كي غيوان تنتمزرعة تبدي وثنس في الأشغال ثلاث وسكاي نثو سناوي تنشر في الطيب مع اللطقي غي وانت نشريعة احنا بدينا بالبلدية تاع المزرعة وين كنا تفقدنا عملية تهيئة مدرسة كانت هذه المدرسة كانت مغلقة منذ 10 سنوات درناها سجلنا لعملية التأمين اشغرها في مشارف الانتهاء والدخول المدرسة تكون واجدة كذلك كنا تفقدنا مدرسة قديمة اللي غادي ان شاء الله نحولوها كملحقة ثانوية او مام حتى ثانوية اعطينا تعليمات ما يخص المطعم الاستلام تاعها مع نهاية شهر هذا سبتمبر تكون نسلمو المطعم اسم كثير كان باللي ثامر قتايا غر والنار تزق بريدن الخدمة ست تعليم تنغتام المادة تنقروث اي لن يزنيتون غلاف نت مذافث يمضبر نمزورنا الولايات وقبريد وضمان وذاف نغر بيز يحلى وذيلي امكي لاق الحالة سيد بسيط ليكم محمد فارح الراديو في سناف نقيت قلنا دماغ الحريشة القرية ثيم ضبرت اللمعة وناني غالة داسة الولاية ثنقلمان تثاث زواري ذا في القرية ديو قيران 2023-2024 سو جذا انزني الفين ذميتين اللي كارطابل يتشورنا ذد دوزان القرية ويثي وسر بالنسى في قداشنا اي زواليين يقال سيقلما محمد صالح في الله والسنة كل ولما لنقدشن إذن وسغي ندوزان ذي زمامات وقرأ ذي الوقت ماني ذيس في وشولين تي زواليين أغسنش لمصاريفية وأما الإدارة تضمن لدى سنقلمة هي الحملة ثانو سربي الحوايج نوسقري في قدشن محتاجن مكشغني السفهم ماس سمير جعطي تسلوين سيرفيس ذي الإدارة لدى سنقلمة تم الإعلان عن استشارة لاقتناء الحقيبة والأدوات المدرسية والماء حاضر وقد تم الإعلان عن منح المؤقت بقيت فقط بعض الإجراءات الإدارية وننتهي من العملية وللعلم فإنه تم اقتناء 2200 حقيبة مدرسية بجميع الأدوات و2200 مئذر وسوف تسلم إلى مديرية التربية قبل الدخول المدرسي إن شاء الله من أجل توزيعها على تلاميذ المعوزين المعين تمكشا كمنيغ ومكشا سليم تروح غريق داشن محتاجن ذي قوجيلن أذيرنين أدوين 5000 دينار يكون قداش ذا مغبون قال ما محمد صالح الله الراديو ثيسناث ذي لاكسيدا الثاني بريدنا 15 وذانا موثنا 313 يظن يتوجرحنا ذي 24 نت ساعة ثنيثين وقراف لحسما تتخبران يسا يغال النوس اللي كانت مورتنا يغال النوس اللي كي جردن هاني ثمتان تنسن ان وذان سبث نغراق ويذي الوقف يتكمل نارزي ذي سف سن يظن اعرقنا يقار ذي قث نتفصل كابيتانا نسيما برناوي سيث من هالتي علينا نيغال النوس اللي كانت مورتنا يوعد فسقسين سعف النغا كريم حاج محمد دي 24 ساعة ثينين قران سيثي منخي 3613 لكسيدات النيبردان فجري تاي موثن ديس 15 سيسن وتوجرحن 313 فجري تطلع في ران لكسيدات نجلفاء موثن ديس 8 وصبحي تاي هاني ذي إيليزي مطران سنت كروسين ذي عينا ميناس موثن ديس 4 وتوجرحن 3 وستخصوص 4 نغال نسلك نشطو طل بحار تلحن يسلك ثاني 940 الحالة 8 سلكن 616 ازيسن سأل غرق ونرفض غلص بطارات 65 ازيسن ويلان موثن سأل غرق لانسن ذي بومر داس ذي جيجل وسن تغلوق عرق انت ذي الولايث نبجايث ذا أتلمسان بجايث وفي لمسان ذي الحالة نوجنا في الحساب الديوان غناوي تعسن الحالة نوجنا صميطة يقدر 80 كيلومتر في الساعة 2 ذي تعيث سوق السائل وذي تشال 2 في قدهن الولاية ثانت مورتنا صميطة يقلان يزمر دي ولا سيع الججن يرفضنا الرمل يعني الولاية ننعان مع سعيدة البيض ذي الولاية ثانت يارت ويي ذي الوقات تورج ذي سلاية ذي صدارين الحموانة ذي شران الولاية نغير قبلين تمورتنا غهام الولاية نسكي قدا عنا باذ الولاية نطرف ماني
هنتي صدارين الحمان هنتي زمرن تخلط غير 44 نتصدارين في الحساب الديوانة غنا ويتعسن الحالات نوجنا غير الولاية الثان خنش لا ماني تكميل ذوق سيث ويسن فاسكان يدلس ذا الموسيقى ذا ناس الشويث ذي ذويلت النسا ثي سحداش فاسكان يثير في ذنا ولا اشنا نتشويث تبراتي الجدود لدى سحطارا 26 ني فنان نتمثل لنا الطبعية اللغنا نتشويث أدن سلذق غد ناس يشرازي سن ييذ عيسى إبراهيمي صردين حرة ذا جميلة من اللي نشاوين الفن تاروشنا نشاويت إيتيليا عيسى إبراهيمي زرها صحيح ونظر المستوى مني عاد ونظر سمانا إن شاء الله ونظر جديد كنا ماذا بنا كنا ماشي باش أنا نقيم بل نخص باش أنا نشجع نخص باش أنا دي لقي الجيل دي جديدة هذه الفن تاروش تشاويت إن شاء الله وين ما نقدم لهم حفل كل الجمهور كان ينتظر فيها إن شاء الله نقدم لهم حفل يكون في مستوى والله الجمهور الخنش اللي هو يحب الأغاني تاعي معك مشيخة جميلة أنا جيت اليوم نشارك في مهرجان خنشلة إن شاء الله نعقبوا فيها تمسية ملاحة إن شاء الله شيء تكون ملاحة ونقيمة ديما ذو حريش تنيد لساماني ثبدا صنات ذي تكوث ذي الولاية نتبثن تثفاس كان غلعي ذا نت منزوت ويوسح طار لباس نيم شاركين ديوسينا سي لباس نالولاية نت مورث النغجر السنة بابان الحرفاث نفوسا فاسكي ثغن ويرا الثلاثين سوق يوريي ثنغوش ذي الدعيذ أقلان يسدو كل ذي سحريشنا أنيذ لسا ذا الجارة يقار سقم كان سعيد حريقة أبزون لا يدي غوان سنت كود اللي ليس بس مثل الفعاليات نثفس كان السوق نث من زوت ثفس كيلان أتولغ القرون إعدان ورعادي سكن كود سحفة في اللس غير وسع أنصد إيت سيلا نضمن ثفس كي هم غرايا من زوت ذي نشاط اقتصادي للسوق البيع والشراء غير نغ الارتيزانة غير نغ اللي برودوين تمور ثايا ثاني فواكه المنطقة يا بعد غير نغ سهرة فنية غير نغ محاضرات مسابقة فكرية غير نغ معرض الكتاب معرض اللباس التقليدي ثم غرايا قلان تقبور ثمن سيف تقديمت قلان ثاسي زوران مادام غوس التقديم غرس الازل ضم قران خاطر مغاد قلغ الونار هذا لسان غرس الازل ضم قران سلام شني سي غوس يا قلان مو سلام كل سقوس التيلي وذي لي غرس طابع وطني اثفاس كايلان وسيني تغرس يا قلان في السرن نس ثلاث سن سي تقطيث من الولايات نس مورث الجزائر اسن صغد متا هذه نين خدمة غيب زي من تيسن سنين تي خوثها مكالي تي مشرفين يعني تشاقلين خدمة خير ديجا خدمة في الجدود اه لازم نحافظ في الخدمة ثاقة قلانو ساتيزي وجدار الناس يعني قد اللي بيجونا القبائية لكننا دي سنين شاويين الخدمة لنا الفطا جينا مصطيف لهنا جبنا لهم رخانة خدموا في دراوات الله يبارك بها نعاونوا الشعب وعدنا ربع دراوات بمياء ونزيدوا لهم كابة بلاش نعاونوا في الزوالية انس نكتيب اللي فاسكايا السوق نثمن زوث نثغيوان سنتكوت ثيلها تكمل ربعة وسنيط وذي سقطيث النشاطات في مختلفين ذوق حريش وذلس ذو حريش الاقتصاد سيباث سعيد حريقة الراديو في سنس إلى ويدي الخبرات نتمورث نهذي الخبرات ندونيث خمساني فلسطينيين توجرح ناسي سرصاص عن الاحتلال الصهيوني ويدي ثمان طول كرم ذي الضفث تظهري ذي ذياران مشبكنا يكرن جار الغروزي فلسطينيين ذي غالن الاحتلال قلن لنخصنا ذا ذفن سوغي الغلط ميي ان طول كرم ويدي الوقت إلى غادي سوغلي فنبران تمورثيين فلسطين ثرباع ذا تموران الدونيث جملة غلو زيارة للاحتلال الصهيوني يوسح بس سرثيث النس نسكاي نتمزدوغي ذوبشا لاني فلسطيني سوغي لاني غل استيطانا اسغيمي لما ندوني في قويرا ذي ملاقا ذا ذي نيويورك ذي تغيمي تبذ ما يثرعي ذي ثمسال تانو كمل نتريي تاني غالنا نتربع ثنثي دو كل اللجناس يدو كل فنصور سيل هنا ذي ثمور ثان المالي وتوسنان سل اسم نل مين نصمع ما لا ذي ثمور ثان استراليا مدروسة 23 اني عسكريا نتمور ثان الامريكان يتوجر حنا ذي ثيارة ما ثوطا الكوبتيرن سنة ذي ثمور ثان استراليا مرتيتي ميلدي سوسوري فانو دربني غوس خدم العسكر يتيلي نسلم شركة لباس نت مرافق سن ثامورث ان الماريكانا الى ويد الخبران قرد قوميسين شاويث موسع ثان ميرتال تعادي ديو قرن جارانخ